ليش مسكر الباب؟ يا بعض مبين حقيقي. اول شيء لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك اذا عجبكم الفيديو. اليوم ابي اجرب تجربه جديده وابي اروح مكان غريب انا مو متعود عليه. اذا تبي تروح مكان نفس هالمكان لازم تستعين بشخص مثل الرحاله ابن حتوته. احنا في وسط غابات الارز في لبنان. علمني وايد اشياء لكن راح تلقونها بفيديو واللي في قناته، سووا لها سبسكرايب تلقونها بالدسكربشن تحت. انا راح انقل لكم تجربه لكن من نظره ثانيه. خل اراويكم المكان اللي انا راح انام فيه. انا راح تكون هذه خيمتي. ما قاعد يتشرقد، ما ايش قاعد يسوي؟ ايش قاعد تسوي استاذ؟ من اول ما جيت هو قاعد يطنز علي. طبعا قاعد اطنز عليك. حلوه طيب. تعلم كويتي. يا رجل حد بيجي يخيم وجايب معاه كريون، انت طالع على طياره ولا جاي تخيم؟ ايش رايك فيني، صح هيك ولا غلط؟ فنان. لا 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 ابدعت يعني ما شاء الله عليك. يلا خلينا نستكشف المكان. دلوك الطريق الحين اب داون. ورايحين ورادين. قاعد احاتي بالليل. كامبينج بالليل شلون؟ وناسه وناسه وناسه. ما في ذيب. فريندلي. قاعد تسمعون الاصوات مبينه ولا لا؟ حرام اكسبيرينس نفس هذا ما تقدر تصور فيه بالليل، ماكو اضاءة يعني ماكو تصوير، لكن الحين انا بعلمكم طريقة واللي بيطبقها قاسم، وينك انت؟ حيني. راح تصير انت مدير الاضاءة والتصوير. أنا جاهز؟ جاهز. اي احد يبي مدير اضاءه وتصوير حق افلام هوليوود شيء قاسم موجود. خلاص صار الحين رحاله ومدير اضاءه وتصوير جاهزين. ايميلي بتلاقوه في الديسكربشن. ايش تحب تسمع؟ زين انا بجرب الخيمه. جرب يلا. شوف المكان اللي بننام فيه. وهذه خيمتنا. بلشت تمطر. قاعد تسمعون؟ ليش مسكر الباب؟ يا شو هاد؟ مبين حقيقي. توهقت ليش شلون يشيلونه؟ منطقة الأرض. يلا قوم قوم. صباح الخير. صباح الخير. خير سينما الصباحية. قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع ضايع احسبوه ازاي علي ترر انت عمري. الله 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 يا ابن حتوته.